قامت قالت لي طب يلا بقى نعمل التوريد ده في 5 دقايق ومش عارفه ايه وكده. قلت لها انا مش قادره اعمل حاجه ومش عارفه ايه وكده. قالت لي ده في ثانيه ومش عارفه ايه وكده، اصل انا هقفل بكره. قلت تمام. دخلت الاوضه اللي هي بتاعه التوريد والحاجات اللي هي كده دي الاحبار. اول ما بدات قالت لي انت حاسه بحاجه؟ قلت لها لا بصراحه. مفيش 2 3 دقايق كده بقيت اصوت تحت ايديها دم. طبعا هي بتقول ان ده كله دم، لا هو دم مصطحب باحبار، يعني لو كل ده حبر مش هتحط لي هي حبر مثلا ب 20,000 جنيه على شفايف. كان بقى الدم عمال ينزل كده هنا على رقبتي، فكل دي مش احبار يعني عشان الحبر ينزل ده كله. فقعدت اصوت وتقول لي خدي حاجه عضي فيها، وانا فاهمه بقى يعني عشان انا اول مره اعمل حاجه زي كده ان هو ده التوريد والواحد بيستحمل، او انا جلدي مش راضي يلقط معاها البنج ولا ايه معرفش. قعدت بقى لا صوت وكده، في الاخر خلصت لقيت شفايفي دي لزقت في مناخيري من الورا من الورا. قالت لي تمام وكده. انا حتى رديت عليها قلت لها مش عارفه اضم شفايفي، قلت لها تمام خلاص. قلت لها طب وشعري ده اللون ده اعمل ايه؟ قالت لي بصي انت خدي العبوه دي. عندك صور لشعر لون الشعر؟ وهو اصفر كده. انا معايا بصي يعني كل خطوه بصوره، كل خطوه بفيديو، كل خطوه بورقه.